لواء أركان حرب محمد الشهاوي، طبعا مستشار كلية القادة وطبعا أحد أبطال حرب أكتوبر. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. وأنت طيب كده وقناة سي تي في بكل خير والأمة العربية والشعب المصري العظيم. أمين. سيادة اللواء 50 سنة على حرب أكتوبر، وكل سنة بنسمع كلام وكأننا أول مرة نسمعه، بنشوف صور وكأننا أول مرة، ويبدو إن إحنا ما بنشبعش إن إحنا نتكلم ونشوف عن حرب أكتوبر. لو حضرتك بتتكلم عن حرب أكتوبر النهاردة تقول لي إيه؟ وعايز حضرتك لو تعلق لي على، معرفش حضرتك شفت فيلم بتاع جولدا اللي عملته إسرائيل عن جولدا مائير، واللي إن كان فيه مغالطات لكن فيه حاجات كتيرة عظيمة بتبين قد إيه عظمة الجيش المصري والجند المصري. طبعا هو حرب اكتوبر دي حرب عظيمه طبعاً. هي معجزه على اي مقياس عسكري، لان الامه خرجت من خنادق الياس الى شواطئ الامل والرجاء، الامه العربيه كلها وليس مصر فقط. كان معجزه هذه الحرب هو الجندي المقاتل البطل اللي كانوا بيقولوا ان خط برلين يتم عبوره فقط في حاله استخدام قنبله ذريه، ولكن مصر كان لديها قنبله ذريه اخرى هي المقاتل المصري البطل الجندي الذي عقيدته النصر او الشهاده، وايضا كان هناك روح، هذه الروح تسمى روح اكتوبر اللي هي القوه والعزيمه والصبر والمثابره والروح المعنويه العاليه. بروح اكتوبر تم هدم نظريه الامن الاسرائيلي وكسر ذراع إسرائيل الطولة وهزيمة الجيش الذي كان يدعي أنه لا يهزم في حرب أكتوبر المجيدة، وأيضا من خلال روح أكتوبر تم تطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، وأيضا من خلال روح أكتوبر تم تنفيذ البناء والتنمية والعمران في كل ربوع الوطن من خلال مشروعات قومية 30,000 مشروع بتتكلف أكثر من 10 تريليون جنيه. وبالتالي الرئيس أمس في الاحتفال بالذكرى الخمسون لحرب أكتوبر المجيدة قدم التحية لأرواح الشهداء الذين جادوا بدمائهم الغالية للحفاظ على الأرض والعرض والكرامة، وكرم أبطال القوات المسلحة اللي اشتركوا في فترة حرب الاستنزاف في معركة رأس العش اللي كانت في الأول من يوليو عام 67، أي بعد مثلا 20 يوم، أكثر من 20 يوم فقط بس من هذه النكسة وهذه الهزيمة في حرب 67. أيضا قواتنا المسلحة استطاعت أن تقوم بتنفيذ العديد من المهام من خلال سيمفونية حرب أكتوبر، الضربة الجوية ثم التمهيد الإيراني ثم عملية اقتحام قناة السويس بمجموعات الاقتحام وما إن انتصف ليل 6 أكتوبر اللي كان للقوات المسلحة 5 فرق على الشاطئ الشرقي وحصار كل النقط القوية وتدمير نفسها. مصر والقوات الإسرائيلية استخدمت ضد مصر كل أنواع الأسلحة وكل أنواع الحروب، حروب تقليدية من طائرات ومدفعية وقوات دفاع جوي وصاعقة ومظلات، لكن كانت هناك حرب نفسية أخرى من خلال ادعائهم وزعمهم بأنهم سيشعلوا قناة السويس نار لدرع اليأس والإحباط في نفوس مقاتلينا، ولكن الجندي والقوات المسلحة لا تستسلم، قامت بتنفيذ محاور كثيرة جدا لتلافي ومجابهة مثل هذه الصعوبات من خلال سد أنابيب، الأنابيب التي كانت تترفع بالحمم والنيران على سطح قناة السويس في الليلة السابقة لغوم، وأيضا الحرب الكيميائية التي أشرف بأنني رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، اخترعت مادة كيميائية يتم معالجة أفرولات الجنود بها وتغطى بها القوارب المطاطية اللي قامت بمجموعات الاقتحام الأولى يوم 6 أكتوبر بهذه المادة حتى لا يتم تأثرها بالنيران، وبالتالي كان هناك يعني معالم رئيسية، التخطيط والتنفيذ كان مصريا خالصا وبالتنسيق بين كل مصر وسوريا. عملية العبور تم التدريب عليها سنوات
يعني تدريب عنيف وشاق، وايضا خطه خداع استراتيجي اوهمت المخابرات الاسرائيليه والامريكيه بان مصر لا تحارب. وفي واقع الامر كانت مصر استعدت وتجهز نفسها وتجهز مقاتليها بدنيا ومعنويا ونفسيا حتى تم تحقيق هذا النصر العظيم.